ديكا براتيكمون ملي ماتت فرح الله يرحمها في البالوعه احتجينا وتكلمنا عن النقائص اللي موجوده في حومتنا. لقينا كان الوعود الكاذبه، احنا من 2020 وعدونا باش يصير تغطيه للواد واختر على صحتنا من ناحيه الريحه، من ناحيه حتى ماناش مامنين معناها. شوفوا لنا حل، عملوا لنا بارير بين الواد وبين الكياس، راهو فما برشا مشاكل. نحن في العام براتيكمون 5 كراه بيتيحوا في الواد. ما خذوش بخاطرنا، مشينا قابلنا الوالي، قابلنا رئيس البلديه برشا مرات، كان الوعود الكاذبه، ما حصلنا حتى شيء. انا واحده من الناس نطالب باش يشوفوا لنا حل الطرقات، خاطر الوضع كارثي على الاخر، طرقاتنا مكسره، اناره ما فماش، كي تبدا ما فماش اناره بالطبيعه باش تكثر السرقات والمشاكل. ماذا بينا معناها يشوفوا لنا حل في التنميه بصفه عامه. كياس نتاع جابر بن حيان فيه يمكن 5000 حفره، وكل حفرة يمكن غرقها 40 سنتي ولا 30 سنتي وطولها متر. لي تروتوار ما عادش ثم تروتوارات، الكل احتلوها القهاوي والحوانت. احنا عندنا مشكلة الماء والضوء في منطقة سيدي رحال جبل الخاوية أرض السعادة. عندنا توا قداش من سنة نمتلكوا 2 عدادات ماء في 103 عائلات. كل وين نمشي والبلدية يقولوا لنا برا خلصوا زبلة وخروبوا ونعطوكم ترخيص الماء وعملوا لنا بلان وعملوا لنا عملنا لهم الأوراق كاملة. لنكسبوا تنوير عمومي ونخلصوا في الزبله وخروبه، لنكسبوا طريق مثلا هكا حتى مسلك يهز تاكسي يوصل هنا، ما نكسبوا حتى شيء. الدي سي جديد تو، الدي سي ما قررت ريميزته واحده، كان تجي تشوفه انت تو تجي تشوف الحاله نتاعه وتقول عنده 10 سنين اهمال. عاملين دايرين به بروجيكتورات، 10 بروجيكتورات، واحد برك باتيش عليه ويسكروا تحته، وجابوا تراك تنظف الواد تنحي من الواد وتحط تحت حيط الدي سي. والاهمال والكتيبه طالبين منهم حتى يعملوا لناش حتى في كل نهج انبوب، على الاقل صغيراتنا تخرج في الليل وكذا. يعني وضعيتنا جبل. الطريق عملوا كيسوا للليسي، والطريق الاخر يربطنا مغادي يجي على السبخه يدخل له ناس، يعني سمى 150 متر وما حبوش يكملوها. مرمدونا تمرمي، جرينا شكينا عيطنا عملنا ووصلوا خلونا تحبوا، فب واحد قال تحبوا الانبوبه ب 100,000 نص تكون فيها، معناتها تدفع 100,000 باش يعطوك انبوبه.